السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في قناة ارباحك اونلاين. النهاردة معانا بوت قوي مش واخد حقه او مش ناس كتيرة تتكلم عنه وتعرفه. البوت المفروض كان ميعاد الادراج بتاعه يوم 14، يعني بعد يومين من النهاردة. تم تأجيل الادراج بتاع البوت ليوم 15/11، ومن اهم تأجيل الادراج ان هما بيتفقوا مع منصات درجة اولى. يعني ايه اتفاق مع منصات درجة اولى؟ يعني البوت بيحاول يعمل شراكات ان هو ينزل على منصات معروفة زي باينانس، زي بايبت، زي اوكي اكس. كل الكلام ده بيقوي من البوت ومن سعر العملة لما تنزل في ميعاد الادراج. طيب، كان من اهم شروط التأهيل للسحب في البوت ده ان انت تعمل تسجيل يومي لمدة 14 يوم. طبعا الناس اللي كانت متابعة البوت كانت عارفة الكلام ده. طبعا ادينا فرصة ان احنا معانا 45 يوم، فدي فرصة كويسة جدا. انا مش شايف ان في مشكلة ان احنا نلحق نشتغل عليه ونكون مبلغ كويس او محترم من العملة دي عشان نقدر نكسب ربح كويس ونطلع بأعلى مبلغ منها. دي واجهة البوت. انا هسيب لكم اللينك بتاع البوت ان شاء الله في الديسكريبشن تحت في الفيديو، هتقدر تدخل وتسجل عن طريقه. ودي واجهة البوت زي ما انتم شايفين، كل اللي بتعمله حاجات بسيطة جدا. بتدخل حضرتك بتعمل كلايم على العملات هنا، تمام، كل 7 ساعات. يعني انا دوست اهو كلايم حاليا، وهتدوس ستار فارمنج ان هو يبدأ التعدين مرة تاني، ومديني المدة الزمنية اللي انا هدخل اجمع فيها اللي هو كل 8 ساعات. طيب، في ايه معانا تاني غير ان انا ادخل اعمل تعدين كل 8 ساعات عشان اجمع العملة بتاعته؟ هيكون معانا قسم المهام. قسم المهام هنا بيكون عبارة عن مثلا يديك فيديو تخش تشوفه وتستلم جزء من العملات بتاعته، تدخل على قناة التويتر بتاعتهم تعمل لهم فولو، تربط محفظتك، كل الكلام ده المفروض ان حضرتك تعمله. وهتاخد جزء من العملات. يعني هنا بيقول لك ان اربط المحفظة في مقابل هيديك 5000 عملة من عملة التون سيتويشن. طيب، معانا كمان ان هو يقول لك تدخل على بوت ميم فاي، البوت غني عن التعريف طبعا وكلنا متابعينه الايام دي. تدخل تربط او تدخل عن طريقهم هم في البوت، وهتستلم 1000 عملة. معانا اكتر من حاجة هتقدر تنفذها في المهام دي. طبعا لما حضرتك هتنفذ المهام دي هتاخد مبلغ محترم. كمان في حاجة هم عاملينها اللي هي الميك ديلي تون شيك ان، يعني حضرتك بتعمل معاملة تون عن طريق المحفظة بتاعتك مقابل ان انت بتاخد 1000 عملة تون سيتويشن. طبعا انا مش بجبر حد انه يعمل الكلام ده، اللي عايز يعمل الكلام ده دي حرية شخصية. هو عايز تعمل ماشي، مش عايز تعمل مفيش مشكلة. انا عملت المعاملة دي بصراحة وخصمت مني 3 سنت من عملة التون. يعني 3 سنت من عملة التون تقريبا عاملين 19، يعني نص دولار على ما اعتقد. فخدت مقابلها 1000 عملة. طبعا المعاملة دي بتتجدد كل 24 ساعة، دي لك حرية الاختيار تعملها او لا. طبعا معانا هنا خانة الاحالات هنا بتكسب منها كويس جدا. مش هقول ان انت حضرتك مش بتكسب منها، لا، بيديك على المستوى الاول 10% من اللي بيجمعه، على المستوى التاني بيديك 2.5%، على المستوى التالت بيديك 75%. وبتيجي حضرتك هنا كل ما بيبقى فيه تجميع هتستلم هنا دوس كرايم. طبعا انا هروح لكم على الواجهة الرئيسية بتاعتي عشان نشوف معايا كام. حاليا زي ما انتم شايفين انا معايا 19466. هدخل هنا على خانة الاحالات وهستلم الكلايم بتاعي وهشوف المبلغ هيزيد معايا ولا لا. طبعا انا استلمت. بيدخل هنا معايا في خانة اسمها البندنج زي ما انتم شايفين هنا الخانة دي، بيتراجع وبعدين بيرجع يضيف لك العملات بتاعتك في رصيدك الاساسي في المنطقة دي. طبعا البوت سهل ومفهوش حاجة صعبة. كل المطلوب منك ان انت بتفتح كل 8 ساعات بتعمل تسجيل يومي، وقدامنا 45 يوم ممكن نشتغل عليه نطلع بمبلغ كويس منه ونعمل عملة كويسة. طبعا تفاصيل الادراج او السعر الكلام ده مش هيتعرف غير قبلها بايام. اتمنى ان الكل يشتغل عليه ومحدش يهمله. البوت ده مش هيكون اقل قوة من بوت دوجز. طبعا الناس اللي اشتغلت على دوجز عارفة ايه دوجز واشتغلت وكسبت منه قد ايه.
لو اتمنى ان حضرتك ما تهملش البودة وتشتغل عليه، ولو عجبكم الفيديو اتمنى ان انت تعمل لايك واشتراك بالقناة ومتابعة كل ما هو جديد على الفيديو. شكرا.